السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن المجاهد أيوب الجرجاوي أبو إسرائيل أتشرف. إخوان أكو قبل يعني هسه بعد رجوعي من بيجي إن شاء الله، وأنا إن شاء الله بكرة أنا هم بيجي إن شاء الله أبلغهم يعني الدواعش إن شاء الله باكر أنا هناك. اليوم شنو اليوم؟ اليوم جمعة قد الشهر أبو زينب؟ يوم جمعة 29، والبارحة اجيت من بيجي وبكرة اطلع ان شاء الله بيجي. بس انا اثار يعني اعجابي على واحد من اخواننا ابناء العامة يعني ناشر باليوتيوب وكاتب ابو عزرائيل يحرق جثة احد من ابناء السنة في بيجي. ليش يا اخي ليش؟ السنة غير اخواني، بعد انا شو اسوي مفخم ببيجي غير انا جاي ادافع عن اخواننا هناك؟ انا احرق لي واحد سني من الله؟ الله لا يوفقك. ولك ذولا قوقازيين، ولك هذا صيني وحق علي بن ابي طالب، ثم تستحون لك مو حرام عليك؟ وين تروح من الله؟ انا حارق لي واحد سني ليش؟ ولك ما ربع نصهم سنه، هو انا عمر ولد اسمه عمر وياي بالمتقدم، شلون احرق واحد سني؟ ما خفت من الله؟ اكو صدقه جاريه واكو سيئه جاريه، هاي سيئه جاريه الك مدى الحياه والله لا يوفقك. وانا ما اخاف بس من الله، لا اخاف من انسان ولا اخاف من دوله، خليها ببالك. الانسان على نفسه بصير ولو القى كل المعاذير. انا اهم شيء اخاف من الله، انا عملي الله سبحانه وتعالى يعلم بي. ثق بالله، ثق بالله العظيم. انا جاي ابرر موقفي لاخواننا ابناء السنه، والله انا اخوكم ترى وما عندي شان. وحق الحسين ابا عبد الله، ذول اللي حرقناهم ترى عرب. عرب ارهابيين ويا الدواعش وقناصه، واستشهدوا ولدنا من ابناء العصائب ومن ابناء كتاب الامام علي على ايدهم. وهاي اخذنا بثارهم يا اخي، ليش تقول لهم انت كاتب ابو عزرائيل وناشر باليوتيوب تقول ابو عزرائيل يحرق ابناء العامه؟ ليش يا اخي؟ هم ابناء السنه مو اخواننا؟ هم ابناء السنه مو مسلمين؟ الله لا يوفقك. وحق علي بن ابي طالب لو انكفك اقطع يا جبان.